بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يتجدد اللقاء بكم بفضل الله ورحمته، يتجدد اللقاء ونحن في هذا المكان الطاهر وهذا الجوار المبارك، جيرة البيت العتيق الكعبة الشريفة، ومن أروقة المسجد الحرام التي بدت وبفضل الله عز وجل يؤمها المصلون والمعتمرون في ضمن هذه الإجراءات الاحترازية التي وضعت لحفظ سلامة الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء وأن ينزل رحمته على العباد، وأن يبقى هذا البيت العتيق عامرا بالمصلين وبالطائفين وبالمعتمرين وبالذاكرين الله كثيرا والتالين للقرآن والمتعلمين، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. الخالقية برهان عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه، برهان الخلق. هذا البرهان العظيم، بل هو البرهان الأعظم على قضية الربوبية، أن الله عز وجل رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وبرهان الخالقية أيضا هو برهان على توحيد الألوهية، بل إن الثمرة العظيمة التي تجنى من هذا البرهان العظيم تيقن الواقف مع هذا البرهان بأنه لا معبود بحق إلا الله الخالق لكل شيء، الذي أوجد الأشياء من عدم. هذا البرهان العظيم الذي ابتدأت به آيات القرآن عند نزول هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذكر هذا البرهان في أول آية نزلت من السماء إلى الأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، هو الرب جل جلاله، والبرهان الأعظم على ذلك أنه الذي خلق، فالذي خلق هو الرب جل جلاله. والخلق أيها الإخوة الأكارم، إذا تأملنا كتاب الله جل جلاله فأخبرنا في كتابه خلال التدبر والتأمل في آيات القرآن أن للخلق غايات، والغاية من هذا الخلق معرفة الرب جل جلاله، وهذا أولا، وثانيا عبادته وحده
سبحانه وتعالى، وثالثا إنجاز وعده ووعيده. وهذا نجده صريحا في القرآن العظيم، ففي معرفة الرب وارتباطه بقضية الخلق يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن الغاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وفي الارتباط بين برهان الخالقية وإفراد الله بالعبادة يقول الله عز وجل في الآية المشهورة المعلومة في هذا الباب قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قضية إنجاز وعده ووعيده وارتباط ذلك ببرهان الخالقية يقول الله عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فنجد الارتباط واضح بين برهان الخالقية وهذه الغايات. ونفتتح هذا الدرس بهذه القضية لأن ما بين أيدينا من آية نقف معها في درسنا هذا لها ارتباط واضح وصريح بهذه الغايات، وخصوصا الغاية الثالثة إنجاز وعده ووعيده. وأيضا قبل الوقوف مع آية درسنا في هذا اللقاء فنقف وقفة مع الغاية الثالثة التي هي ثمرة ولها هذا الارتباط بين برهان الخالقية، وهي قضية إنجاز وعده ووعيده جل جلاله. فأيضا إذا تأملنا في كتاب الله نجد أن قضية إنجاز الوعد والوعيد ومجازاة الناس بالفضل والعدل من أعظم غايات المبدأ والمعاد، والمبدأ قضية الخلق ابتداء والمعاد قضية إعادة الخلق بعد ذهاب هذا الإنسان بالموت وفنائه، فإنه يعيده الله عز وجل. فالمبدأ والمعاد نجد أن هذه القضية كثرت نصوصها في كتاب الله عز وجل، بل نجد أن قضية الجزاء من أكثر أصول الدين وضوحا في الكتاب والسنة، وذلك يعطي دلالة على أهمية هذا الأصل العظيم في القرآن الكريم. وإذا نظرنا إلى الوعد والوعيد فبإدراك هذه المقابلات ندرك شيئا من المفارقة بين الوعد والوعيد. فالوعد ناشئ عن فضل الله ورحمته، والوعيد ناشئ عن عدل الله وغضبه. الوعد مقتضى تحقيق الإيمان قولا وعملا، والوعيد مقتضى الكفر الاعتقادي والعمل. الوعد حق للعباد على ربهم لإيمانهم وصالح أعمالهم، وهو استحقاق فضل وإنعام، فإن الله عز وجل جعل ذلك حقا على نفسه جل جلاله وذاته العلية، وهذا استحقاق فضل وإنعام. والوعيد
فهو حق الرب على عباده لكفرهم بالله عز وجل اعتقادا أو شكا أو نطقا أو فعلا أو لانحرافهم بفعل الكبائر والذنوب. أيضا الوعد يثمر عبادة الرجاء، والوعيد يثمر عبادة الخوف من الله. فإذا هذه أمور عندما ننظر في آيات القرآن في قضية الوعد والوعيد فإننا نجد ذلك، نجد أن الوعد والوعيد ارتبط بالدنيا وارتبط بالآخرة. وإذا نظرنا إلى الوعد، وفي الغالب إطلاق الوعد على ما يبشر به الإنسان من الخير والعطاء والنعماء والإحسان، والوعيد على ما أعد للإنسان من العقوبة والعذاب جزاء ما اقترف من الكفر والكبائر. فهذا الوعد والوعيد، وهذا الوعد والوعيد كما قلت نجده ونجد ذكره في القرآن مرتبطا بالدنيا وبالآخرة. فإذا نظرنا إلى الوعد في القرآن فنجد وما ارتبط بالنسبة للوعد في الدنيا، فنجد وجمع ما جاء ذكره على التفصيل فيما يتعلق بالوعد في الدنيا، فإننا نجد أن ذلك في الغالب يعود إلى أمور ثلاثة. الأول الوعد من الله عز وجل ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة، الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة. ونجد الأمر الثاني الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض، ثم ثالثا الوعد بالحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة. فإذا هذه الأمور الثلاثة التي تعتبر أزمة أمر الوعد المتعلق بالدنيا. وأما تحقق الأول وهو الوعد ببقاء الإسلام حتى قيام الساعة، فإننا نجد أن أعظم ما وعد الله عز وجل به في كتابه لحفظ دينه في الأرض الوعد بحفظ القرآن الكريم. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا الوعد بحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته وفيما يوحى إليه من ربه، سواء تلقيا وحفظا وفهما وأداء وبلاغا. وكم من آيات القرآن أشارت إلى هذا الحفظ، فالله عز وجل قال في كتابه في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. فإذا أيضا هذا من أعظم ما وعد الله به لحفظ الدين بعد حفظ القرآن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فيما في ذاته هو أو فيما يوحى إليه أو في أمر البلاغ أو في أمر الأداء، فكل ذلك حفظه الله عز وجل، فكان هذا أصلا لحفظ الدين. أيضا الوعد بحفظ القبلة، هذا البيت العتيق الذي جعله الله عز وجل هدى وجعل الحج إليه فرض وركن للمستطيع، وأنه لن يتوقف إلى قيام الساعة، فركب الحجيج هم صمام أمان البيت، وصمام والبيت هو صمام بقاء الإسلام، وبقاء الإسلام هو بقاء الدنيا. فلذلك هذا وعد. أيضا الوعد بحفظ أهل الإسلام، ببقاء أهل الإسلام. فإذا هذه أمور
تعتبر من أعظم ما وعد الله عز وجل به لحفظ دينه في الأرض، وكذلك نجد الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه في الأرض، فإننا نجد آيات القرآن تشير إلى هذا الأمر، من ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالإظهار مستمر، والإظهار عام، وكذلك الإظهار التام، وهذا مرتبط بالآيات التي نقرأها، وهذا متحقق بتمكين هذا الإسلام في الأرض حتى لا يكون للناس دين سواه، وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال وهلاك يأجوج ومأجوج، فيكون الإظهار التام لهذا الدين. وقد تبين لنا من خلال الدرس الماضي أن عيسى عليه السلام يكون حكما عدلا مقسطا يحكم بشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل يحكم بها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من الوعد بإظهار الإسلام وتمكينه. الوعد بالحياة الطيبة أسباب السعادة، والتي نجدها تنقسم في أسباب معنوية وأسباب مادية، ونجد ما ذكر الله عز وجل من الوعد بذلك نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للوعيد فإننا أيضا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الإشارة إلى هذا الوعيد، ونجد أيضا أن الوعيد في الدنيا والآخرة وليس فقط قاصر على الوعيد في الآخرة. فالوعيد في الدنيا كذلك نجده وعيد الدنيا وعيد معنوي وكذلك وعيد حسي. فلذلك من الوعيد الحسي حقيقة الجهل وعمى القلب، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذه عقوبة، وعقوبة عظيمة، وهي أن يطمس على البصيرة وأن يغلق على القلب عقابا لما حصل من الإنسان من هذا المرض العظيم العضال الكبر، فيعاقب بتلك العقوبة. أيضا الذل، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فإذا هذه الذلة عقوبة في الدنيا، وكذلك منها إفساد القلب ومخالفة القلوب، فهذه كلها عقوبات معنوية تكون في الدنيا. وهناك أيضا عقوبات مادية حسية، منها المسخ والطمس وخطف الأبصار وإنزال العقوبات العامة المهلكة وقلة القطر وعدم وقلة ثمر الأرض إلى غير ذلك من العقوبات التي نجدها مذكورة في كتاب الله. وأما الآخرة فنجد أيضا في الوعد والوعيد، فنجد أن الجزاء بالنسبة في الآخرة فإننا نجده الوعد في البرزخ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. وأيد هذا التفسير الإمام ابن كثير وأثنى عليه وقال أن هذا هو الحال. فإذا الوعد الأخروي يكون مرتبطا أول ارتباط له في البرزخ، وفي البرزخ تكون البشارة بالجنة، وكذلك يكون في البرزخ الأمن
من العذاب ويكون في البرزخ نعيم فيه. ثم أيضا الوعد يوم القيامة، والوعد يوم القيامة يتحقق كما جاء في القرآن الأمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الوعد بالنعيم المعنوي في ذلك الموقف أن يكونوا تحت ظل العرش. الوعد بالنعيم المادي أن يشربوا من الحوض في ذلك الموقف العظيم. فإذا هذا الوعد. ثم الوعد بالجنة، وذلك بدخول الجنة، والوعد بالنعيم المعنوي فيها والوعد بالنعيم المادي فيها، وأعظمه الوعد برؤية الله جل جلاله، فهذا الوعد الأخروي. أما الوعيد الأخروي فإننا أيضا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل، ونجد أن ذاك الوعيد مرتبط بالبرزخ، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ومرتبط بيوم القيامة ووقوف الكفرة، وما أخبر الله عز وجل عن ذاك الموقف بالنسبة لهم الموقف العظيم، وما يظهر عليهم من العقوبة المعنوية والعقوبة الحسية. ثم بعد ذلك النار وما فيها من العذاب. إذن الوعد والوعيد في كتاب الله عز وجل أدركنا أنه وعد ووعيد مرتبط بالدنيا وكذلك مرتبط بالآخرة. ونجد أيضا من طريقة القرآن غالبا أنه يجمع بين الوعد والوعيد عندما يذكر أمر الوعد والوعيد، ونجد الغالب أن يقدم أمر الوعد قبل الوعيد، إلا إن كانت هناك حكمة لتقديم الوعيد على الوعد. فإذا أدركنا هذه الأمور ووقفنا حول قضية الوعد والوعيد ارتباطا بقضية برهان الخالقية، هذا البرهان العظيم الذي أدركنا أن لهذا البرهان وللخلق غايات، ومنها قضية المجازاة وتحقيق الجزاء وعدا ووعيدا. فنعود إلى سورة آل عمران وإلى الآية التي أدخلتنا في هذه المقدمة، بعد أن استعرضنا في درسنا الماضي إخبار الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام حين يقول له، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فبعد أن أجمل قضية الحكم بين قومه الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، جاء التفصيل في قضية الحكم بين قومه، وأنهم انقسموا إلى قسمين، وكانت نتيجة الحكم المجازاة، فإن الجزاء ينتج عن عمل من الإنسان ثم محاكمة عادلة من الرب جل جلاله، ثم جزاء صادق الوعد من الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
هكذا انقسم الناس أمام دعوة الأنبياء، وهكذا انقسم الناس أمام الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، هكذا انقسم الناس أمام الحق الذي أنزله الله عز وجل، هكذا كان الناس. والسعيد من وفق وهدي للإيمان بالأنبياء تصديقا وانقيادا واتباعا لما جاءوا به من الحق. فيقول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أما الذين كفروا، إذن هذا الآن وعيد من الله عز وجل، والوعيد هنا هل هو وعيد خاص أو وعيد عام؟ الوعيد الخاص وهو وعيد مرتبط ببعض أفراد أو أيضا الوعيد الخاص يكون مرتبطا ببعض الأوصاف، كأن يكون العقوبة مثلا للقاتل، أو العقوبة للزاني، أو العقوبة لآكل الربا، أو العقوبة لآكل مال اليتيم. إذن هنا نقول هذا وعيد خاص لأنه مرتبط بوصف. وأما الوعيد العام فهو المستغرق لجميع أفراده، دفعة بوضع واحد. فهل هذا المذكور هنا وعيد خاص أو وعيد عام؟ إذا نظرنا إلى أقوال المفسرين وهم يتأملون هذه الآية وما ذكر فيها من الأوصاف، فأما الذين كفروا، فمن قال فأما الذين كفروا المقصود الذين كفروا بعيسى عليه السلام فيجعل الوعيد خاصا، وأما من قال فأما الذين كفروا بالأنبياء عموما فيجعل الوعيد عام، فأما الذين كفروا. وإن كان الأظهر هنا أن المراد هؤلاء الذين بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أعذبهم، فقدم الفعل ليبين سبب إنزال العذاب، وليعلم أن الكفر عمل يرتكبه الإنسان يستحق عليه العقوبة ويستحق عليه العذاب. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، وأن ذاك العذاب أعظمه وأبلغه وأشده سيكون لهذا الذي كفر بالله عز وجل وكفر بالأنبياء. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. ويفهم من ذلك المفهوم أن هناك من عذابه أقل شدة لأنه لم يصل إلى درجة الكفر، فيقول الله عز وجل: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، قلنا في قضية الوعد والوعيد أنها مرتبطة من حيث الزمان والمكان
مرتبطة بالدنيا والآخرة، فالدنيا هذا الزمان الأول والآخرة الزمان التالي، والدنيا المكان الأول الذي يتحرك فيه الإنسان، والآخرة المكان التالي. فيقول الله عز وجل أن هذا الوعيد وهو العذاب الشديد موعود عليه من كفر بالله عز وجل أن يكون ذلك في الدنيا والآخرة، أن يكون ذلك في الدنيا والآخرة. وهنا وقفة، أن ما يذكر من الوعد والوعيد مرتبطاً بالدنيا، مرتبطاً بالدنيا، فإنه لا بد أن ندرك أن ذلك يكون وفق ما جعل الله عز وجل من قانونه في العيش في هذه الدنيا، حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولذلك العقوبة التي تنزل بالكافر إذن أيضا هي سوف تراعي هذه السنة وهذه الحقيقة الربانية في قضية مسار الدنيا، فهي ليست بدار جزاء، بمعنى إذن استيفاء العقوبة الكاملة للكافر لن تكون في الدنيا، هذه واحدة، وأنها دار ابتلاء وامتحان، وأن الإنسان مدعو إلى الحق إلى آخر لحظة من لحظاته. فلما كان إدراك هذه الأمور التي ذكرت على أنها هي القانون الحتمي الصارم للعيش في هذه الدنيا، فإذن العقوبة والوعيد الذي يذكره الله عز وجل إذن أيضا لا بد أن نفهمه في ظل هذه الأمور العظيمة والحقائق الكبيرة المرتبطة بنظام الدنيا ونظام العيش على ظهرها، ونظام العيش على ظهرها. فالله عز وجل يخبر قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لذلك لا يشكل علينا إذا كان من كفر بالله، وإذا نظرنا إلى تاريخ هذا الإنسان فإنه قد يكون في فترات من تاريخ وجوده يكون له من القوة ويكون له من الغنى ويكون له من سعة السلطان، ما هو شيء عظيم، فلا يأتي ويقول الإنسان كيف والله عز وجل قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. فنقول إذن يفهم ذلك في ظل تلك الحقائق التي ذكرها الله عز وجل عن نظام الدنيا والعيش على ظهرها، عن نظام الدنيا والعيش على ظهرها، وأيضا أن العقوبة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. ورأينا كيف أن وهذا من أعظم العقوبات، حين تكون العقوبة معنوية، كما ذكرنا في عقوبة الكبر: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عندما يعيش الإنسان في هذه الدنيا والآيات وبرهان الخالقية برهان عظيم يراه الإنسان ويشهده ويشاهده، ثم يعمي الله على بصيرته عقوبة فلا يرى ذاك البرهان، فما أعظمها من عقوبة، ما أعظمها من عقوبة. وعندما لا يجد الإنسان الطمأنينة والراحة، وعندما يجد الإنسان من الذلة والهوان، فهذه كلها عقوبات. وعندما يجد الإنسان أنه ليس له قبول في الناس،
ويكون بينه وبين من حوله دائما النزاع والخلاف، فعندما تكون تلك العقوبات المعنوية تنزل فإنها أمور عظيمة. ولو كان الإنسان يتقلب بين المال والمطاعم وغيرها، إلا أن تلك عقوبات يعيش فيها ذاك الذي وعد بتلك العقوبة. فإذا العقوبة في قوله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، فإذا هذه عقوبة معنوية وقد تكون حسية، وذلك بالقتل أو بالسبي أو الذل أو غير ذلك من الأمور التي جاءت في كتاب الله عز وجل بإنزال المصائب وغيرها من الأمور. فإذا قوله في الدنيا متحقق ذلك في العقوبة المعنوية والعقوبة المادية، وأن ذلك في أيضا في إطار نظام عيش الدنيا الذي جعله الله عز وجل نظاما لها، واضح؟ فلذلك نفهم ما يذكر من العقوبات في حق من كفر بالله في الدنيا نفهمها في ظل هذا الأمر، وعندها سنجد أنه يزول كثير من الإشكال الذي قد يرد على الإنسان في هذا الأمر. عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للآخرة فكما مر معنا في قضية الجزاء الأخروي، وأن ذلك يكون من لحظة خروج الروح، ثم حياة البرزخ في القبر، ثم يوم القيامة، ثم بعد ذلك السكنى في النار. وفي كل هذه الانتقالات تكون قضية العذاب الشديد مصاحبة لهذا الذي كفر بالله عز وجل، من حين لحظة يقال أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط، فعندها وتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، عندها يكون تحقق العذاب الشديد. ثم في القبر وما جاء من الإخبار فيه، ثم يوم القيامة، ثم النار. فيقول الله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فهذا الإجمال هنا لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة نجده منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل في حق من كفر بالله عز وجل، ما هو عقابهم في الدنيا وما هو عقابهم في الآخرة. ثم يقول الله عز وجل وما لهم من ناصرين. ما لهم من ناصرين يدفعون النار عنهم، وما لهم من ناصرين يبعدوهم عن النار. ما لهم من ناصرين يجعلون بينهم وبين النار حجابا. ما لهم من ناصرين، فلن يجدوا أحدا ينصرهم ليخرجهم من تلك العقوبة التي قدرها الله عز وجل عليهم. ما لهم من ناصرين. ثم يقول الله عز وجل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. كما قلت، انقسم الناس أمام دعوة الأنبياء إلى قسمين: فريق آمن وصدق، فريق اتبع وانقاد، وفريق جحد وكذب ولم يتبع ولم يقبل.
فكان ذكر هنا الوعيد مقدما. لماذا؟ لأن ما سبق ذكره أن الغالب ممن بعث فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم لم يقبلوا منه وأنهم كذبوه، بل أنهم عقدوا أمرهم على قتله واتهموه. فلما كان واقع الحال بهذه الكيفية فقدم في الذكر الوعيد، ثم ذكر الوعد بعد ذلك. وأيضا على طريقة القرآن التي تجمع في عند ذكر الجزاء تجمع بين الوعد والوعيد، تجمع بين الوعد والوعيد، فيقول الله عز وجل: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا نفس الأمر، مثل ما قلنا في الوعد، قلنا يعني الوعد والوعيد إما أن يكون خاص وإما أن يكون عام، وقلنا في الآية الأولى أن هذا الأمر كان محل ذكر عند المفسرين. فهل المقصود بالذين كفروا من كفروا بعيسى عليه السلام، أو بعموم الأنبياء وكفروا بالله؟ وهنا أيضا: وأما الذين آمنوا، فهل هو خاص فيكون المراد الذين آمنوا بعيسى عليه السلام فعلى قولين للمفسرين، ولعل الأقرب بتأمل مسار الآيات أن يكون المقصود من بعث فيهم عيسى عليه السلام، وقد انقسموا إلى هذين الوصفين. وهذا أيضا يعطينا دلالة على أن الذين صدقوا الأنبياء يوصفون بوصف الإيمان، والذين كذبوا الأنبياء يوصفون بوصف الكفر. لذلك نجد هذا مع الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله، فمن صدق هود وصالح وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاء وصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين، والذين كذبوهم ولم يتبعوهم وجحدوا نبوتهم جاء وصفهم بالكفار. فأصبح هذا الوصف إذن وصف مرتبط بالتعامل مع الأنبياء وما جاءوا به من الحق. فلذلك هنا لما كان الأمر بهذه الكيفية، هنا ورد هذا الأمر على العلماء، وهو: هل الوعد هنا خاص وهل الوعيد هنا خاص، أو الوعد والوعيد عام؟ فقوله: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن نقول أن من المفسرين من قال أن الوعد عام، ومنهم من قال خاص، ومن قال خاص أنه مرتبط بمن بعث فيهم عيسى عليه السلام. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا، الذين آمنوا هم الذين صدقوا بنبوة عيسى عليه السلام وأنهم اتبعوه ثم يقول عز وجل: وعملوا الصالحات. وهذا وصف أيضا نجده في كتاب الله كثيرا، وكثيرا ما يأتي بعد لفظ الإيمان. أولا بالنسبة للأعمال، يدخل فيها أعمال القلوب، ويدخل فيها قول اللسان، ويدخل فيها أعمال الجوارح. واضح؟ فإذن عملوا الصالحات يدخل فيها عمل القلب، قول اللسان،
عمل الجوارح والبدن، وهذا كله أن يكون مقيدا بما جاء في شريعة المرسلين، كل أمة بما خوطبوا به، وأن يقصدوا بتلك الأعمال رضا الله وحده، وأن يكون عن إيمان. إذن صارت ثلاثة شروط لقبول العمل: أن ينتج العمل عن إيمان وتصديق بذاك النبي وما جاء به من الحق والشرع، وأن يكون ذاك العمل موافق لما جاء في ذلك التشريع الذي خوطب به تلك الأمة من الأمم، والثالث أن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن ذلك أيضا من الدين المشترك بين الأنبياء. فإذا العمل يكون صالحا إذا كان مبني على إيمان صحيح، وكان موافقا لشرع صحيح، وقصد به إرضاء الله ووجه الله جل جلال، فعندها يكون العمل موصوفا بهذا الوصف أنه عمل صالح، أنه عمل صالح. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. التوفية، التوفية هي دفع الشيء وافيا من غير بخس ولا نقص. فالبخس أن يثمن الشيء بأقل من قدره، والنقص أن يجازى عليه بجزاء أقل من حقه. فالتوفية إذن دفع الشيء وافيا من غير بخس ولا نقص، فليس هناك بخس في تقويم وتقييم ذاك العمل، وليس هناك نقص في المكافأة والمجازاة، فيوفيهم، والله أعدل العادلين، هو الذي نفى عن نفسه الظلم، قال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أوفى الأوفياء، قال: ومن أوفى بعهده من الله، والله أقدر القادرين. فلذلك يوفي لهم بما وعده جل جلال. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. الأجر هو الثواب على الأعمال، الأجر هو ثواب الأعمال، شبه بالعامل الذي يوفى أجره بعد إنجاز عمله وعند إتمامه مباشرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل يوفيهم أجورهم و يكافئهم على ما فعلوا كما وعدهم سبحانه وتعالى جزاء غير منقوص، لا يبخسون في تقويم أعمالهم ولا ينقص من جزائهم. وهذا معنى الوفاء، فالله عز وجل يخبر عن ذلك. طيب، هل هذا الوفاء، وفاء الأجور، سيكون في الدنيا والآخرة أم سيكون في الآخرة فقط؟ فمن العلماء من قال أنه في الآخرة، والأظهر أن المقصود هنا في الدارين، أن المقصود
في الدارين فيوفيهم أجورهم، فيكون ذلك في الدارين، ولكن أيضا مع إدراك أن الوفاء بالأجر في الدنيا يكون على نظام العيش على ظهرها الذي وضعه الله وأخبر عن تلك الحقائق. فالدنيا ليست بدار جزاء كامل، لا للكافر ولا للمؤمن. الدنيا دار ابتلاء ليست بدار جزاء، الدنيا دار ابتلاء وليست بدار جزاء كامل. فلذلك نجد سبحان الله إنه هذا الأمر الذي يخبر الله عز وجل عنه من وعد ووعيد في الدنيا إذن هو متحقق، لكنه أيضا متفق مع نظام العيش على ظهر هذه الأرض، فيوفيهم أجورهم، فهو يعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملا. وأن هذا العطاء الكامل والوفاء الكامل يكون يوم القيامة، لأنها هي دار الجزاء، لأنها هي دار الجزاء. أما في الدنيا فإنه وفق نظامها، فيكون الجزاء مقدمة لذاك الجزاء الأعظم، مقدمة لذلك الجزاء الأعظم. فلذلك يكون الجزاء في الدارين لكل دار بحسب نظام العيش فيها. ولذلك سبحان الله هنا مسألة إذا تأملنا أيضا في كتاب الله، وهذه قضية يتكرر التذكير بها لداعي ورودها في كتاب الله، وهو أن الإسلام دين أخروي، فإننا نجد أن القرآن يعلق قلب الإنسان بالآخرة وبما فيها من النعيم المقيم. فإذا تأملنا في هذه القضية، وعندما يقال لنا أن الإسلام دين أخروي، فقد يحتاج الإنسان لإجابة فيها شيء من التفصيل حتى يستقر عنده بوضوح ما معنى أن نقول أن الإسلام دين أخروي. نقول خذوا هذه الأمور الأربعة والتي ستؤسس عندنا هذا الإدراك لهذه الكلمة أن الإسلام دين أخروي. أولا نجد في القرآن أن القرآن يذكر أن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا، لدرجة أنه يأتي الإخبار في الكتاب والسنة وفي السنة على وجه التفصيل أن التوافق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، أنه نعيم الدنيا تكون موافقته لنعيم الآخرة في الأسماء فقط في الاسم، وأما حقيقته ولذته والمتعة المترتبة عليه فهو أمر آخر تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. إذن هذه واحدة، أن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا. الثانية مدة نعيم الدارين، مثلا نقرأ قول الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. كم من الآيات التي تقارن بين مدة الدارين، وأن الآخرة الدنيا بالنسبة للآخرة ما هي إلا عشية أو ضحاها. إذن هذه قضية ثانية. قضية ثالثة، أهل الدارين الآخرة فيما تعلق بدار النعيم والجزاء فهي خالصة لأولياء الله، لا يشاركهم فيها من ينغص نعيمهم. والدنيا
مشتركة بين أولياء الله وأعدائه. رابعا، المقصود من نعيم الدارين، فنعيم الآخرة مقصود لذاته أن يتنعم به الإنسان، فرزقها للنعمة الخالصة. والدنيا فإننا نجد أن مقصود ذاك النعيم لغيره، فرزقها ابتلاء المؤمن وهو استدراج للكافر. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنبتليهم بتلك النعمة ونمتحنهم هل يقابلوها بالشكر والعبادة وعدم استخدامها في المعصية. إذن هذه قضايا عند تأملها نستوعب أن هذا الدين دين أخروي، فإن الإنسان يكرمه الله بنعيم في الدنيا ولكنه ليس هو الجزاء الكامل. فإذا أدركنا ذلك فندرك المقصود أن الإسلام دين أخروي. ثم يقول الله عز وجل: والله لا يحب الظالمين. الله لا يحب الظالمين، تضمن هذا الكلام الرباني والله لا يحب الظالمين أن الله عز وجل نفى عن نفسه سبحانه ظلم عباده، وإثبات صفة الحب لله جل جلاله. فالله عز وجل لا يحب الظالمين، فنفى كما قلت، وأشار إلى هذا إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري، حيث نفى عن نفسه الظلم. ومن أعظم ما يترتب على ذلك في قضية المجازاة، فهو ليس من فعله جل جلاله أن يجازي المحسن مجازاة المسيء، ولا أن يجازي المسيء مجازاة المحسن، لأن هذا يتنافى مع العدل. فقوله والله لا يحب الظالمين إذن تضمنت أيضا وعيد للكافرين، لأنهم دخلوهم في الظلم بكفرهم، وأعظم الظلم الشرك. فنقف عند هذا ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.